العائلة ستذهب للاحتفال بعيد ميلاد جورج. هل سنذهب إلى السيرك؟ لا، سنذهب إلى مكان رائع. هل هي السينما؟ لا، مكان أفضل. أنا لا يمكنني التخمين. إلى أين هم ذاهبون؟ لقد وصلنا. وصلت العائلة إلى المتحف. لما نحن في المتحف يا أبي؟ تعالوا وسترون كيف سيكون الاحتفال بجورج. جورج، ما أكثر شيء تحبه في العالم بأكمله؟ ديناصور. ديناصور. في عيد ميلاد جورج زاروا حجرة الديناصور بالمتحف. الديناصورات العجوزة السخيفة ثانية. ديناصور. لا تخف يا جورج، ليس ديناصورا حقيقيا، إنه مجرد آلي. انظر، عندما أقف بهذه المنطقة والآن هناك مفاجأة أخرى. بيبا بيك، أتريدون قراءة الخريطة؟ سأفعل. أمتأكد يا دادي بيك؟ أنا جيد جدا في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلا. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوك، أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرة. منطاد كبير، منطاد كبير، أكبر من الشمس والقمر، يرتفع لأعلى في السماء، ويطير 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 ويطير. انظر يا تادي، نحن نحلق عالياً. بيبا، احذري كي لا يقع. تادي، لقد أوقعت تادي. لا تقلقي، سوف ننقذ تادي. تمسكوا جميعاً، سوف ننخفض. الأنسة أرنبة ستجعل المنطاد ينخفض لتنقذ تادي. أنا لا أرى تادي بأي مكان. ها هو، علق تادي بالشجرة. يمكن استخدام المرساة لإنقاذ تادي. بروية، بروية، ها هو. دادي بيك أنقذ تادي. تادي، مرحى. يا إلهي، لا أحد ينظر إلى أين هم ذاهبون. احذروا، هناك شجرة أمامنا، تمسكوا جيدا. بيبا بيك. دكتور براون الدب يتحدث. حسنا، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. إذا جورج ليس بالفعل مريضا حقا. إن هذا مقرف جدا. جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. جورج، الزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئا. لماذا؟ لأن الدكتور براون الدب قال هذا. مرحبا، أين هو مريضي؟ افتح فمك وقل جورج قلق بعض الشيء. بيبا، أنت كبيرة وشجاعة، هيا أري جورج كيف يقول بالطبع. إن جورج مصاب بالبرد. هل يحتاج جورج لدواء؟ لا، لكنه يحتاج إلى بعض من الحليب الدافئ كي يساعده على النوم. شكرا لك يا دكتور. على الروح، إلى اللقاء. بيبا بيك.
كل أصدقاء بابا وجورج حضروا هنا. الأرنبة الأم خبزت الكعكة لجورج. أيمكن لأحدكم أن يخمن ما نوع الكعكة؟ أهي كعكة ديناصور؟ هذا صحيح. يا له من تخمين صعب يا بيبا. عيد ميلاد سعيد يا جورج. هناك مفاجأة أخيرة، اتبعوني. ما هي المفاجأة الأخيرة؟ ماذا تظنين يا بيبا؟ أظن أنه شيء متعلق بالديناصورات. أوه، ما هذا؟ إنه يحتاج أن نملأه بالهواء. أعرف أعرف، إنه قلعة للقفز. بابا تحب قلاع القفز. لكن إن كانت لجورج، لماذا لا تتعلق بالديناصورات يا أبي؟ إنه ديناصور، ديناصور النطاط. جورج يحب الديناصور النطاط. الجميع يحب الديناصور النطاط. هذا رائع. عيد ميلاد سعيد يا جورج. بيبا بيك. ظل جورج بالفراش طوال اليوم. الآن موعد نوم بيبا. جورج، أتحسنت؟ جورج لم يتحسن. جورج، أرجوك لا تعطس بصوت عالٍ. هذا غير معقول. جورج، تفضل الحليب الدافئ لكي تنام. إن الحليب الدافئ يشعر جورج بالنعاس الشديد. طابت ليلتكما يا طفلي الصغيرين. إن المكان هادئ وجميل. إنه الصباح. جورج حظي بنوم هنيء. تحسن جورج. تعالوا جميعاً، إنه يوم لطيف ومشمس. جورج يرتدي قبعة المطر، لا يريد أن يصاب بالبرد ثانية. أوه جورج، لا تحتاج لارتداء قبعتك. لماذا؟ لأن الجو حار ومشمس. لماذا؟ جورج، هل توقفت عن قولي لماذا طوال الوقت؟ لماذا؟ تحسن جورج بالتأكيد. بيبا بيك، علق تادي أولاً في الشجرة، والآن علقنا نحن في الشجرة. دادي بيج، أتعرف مكاننا؟ نحن تائهون، صحيح؟ أجل. هيا فلتنظروا، هذا بيت جدي وجدتي. أجل، لابد أننا في حديقة جراند بابيج. مثل ما ظننت. مرحباً يا جراني بيج وجراند بابيج. يا إلهي، مرحباً يا آنسة أرنبة. المساعدة، أرجوكما. يا جدي، لا نستطيع الهبوط. لا تقلقي، أنا لدي سلم. مرحباً. سينزل الجميع من المنطاد الكبير. جدتي، جدي، الآنسة أرنبة أخذتنا بمنطادها الكبير. هذا ممتع جداً. أكثر شيء ممتع يمكننا تقديمه هو قطعة من كعكة الشوكولاتة المنزلية. كعكة الشوكولاتة المنزلية، هذا ممتع جداً. كانت هذه أفضل جولة منطاد على الإطلاق. إنها أفضل كعكة شوكولاتة على الإطلاق. بيبا بيج. بيبا بيج. بيبا بيج. بيبا بيج. عيد ميلادي جورج. اليوم عيد ميلادي جورج. إنه الصباح الباكر. جورج، الوقت مبكر جدا. ديناصور. عد إلى سريرك. يبدو أن أحدهم استيقظ مبكرا.
عيد ميلاد سعيد يا جورج. لقد أيقظني جورج. أنت أيقظت الجميع يوم مولدك يا بيبا. كان هذا مختلفاً، كان هذا عيد مولدي، واليوم هو عيد ميلاد جورج. عيد ميلاد سعيد يا جورج. ها هي هديتك يا جورج. أوه، ديناصور. كنت أعلم أنها ستكون شيئاً متعلقاً بالديناصورات. اضغط على بطني. هذا مخيف. جورج، لقد صنعت لك بطاقة معايدة. أيمكن أن تخمن ما هي الصورة؟ جورج لا يمكنه. أنا كنت سوف أرسم لك وردة. جورج لا يحب الورود، لكن في النهاية رسمت لك ديناصور. هذه رسمة جميلة يا بيبا. أجل، أنا بارعة جدا في الرسم. الآن سوف نذهب لمكان مميز كي نحتفل بميلاد جورج. أجل، هيا بنا. إلى أين سنذهب؟ سترون. بيبا بيك. جورج يصاب بالبرد. اليوم ممطر بعض الشيء. بيبا، جورج، ارتدي ملابس المطر. عندما تمطر، بيبا وجورج يرتديان ملابس المطر. يا جورج لا يحب ارتداء قبعة المطر. جورج، عليك ارتداء قبعتك. لماذا؟ لأنه عليك أن تظل جافاً. لماذا؟ كي لا تصاب بالبرد. لماذا؟ جورج، أتريد اللعب في الحديقة؟ إذاً لا تخلع قبعتك. هيا يا جورج. بيبا وجورج سيقفزان في برة الطين. يا جورج لا يريد ارتداء قبعة المطر. بيبا، جورج، عودا للداخل. إن المطر كثيف جدا، لا يمكن اللعب. أوه يا جورج، أين قبعتك؟ أصيب جورج بالبرد. جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. بيبا بيك. رحلة المنطاد. يوم الاحتفال بالمدرسة، الأنسة أرنبة ستدير اليانصيب. هيا تجمعوا، الجائزة الكبرى هي رحلة بمنطاد الهواء الساخن. واو، يبدو هذا ممتعا. أيمكنني الحصول على تذكرة؟ الزرقاء فازت بسيارة لعبة. أحسنت يا داني. أيمكنني الحصول على تذكرة؟ شكراً بيبا، ما الذي تريدينه؟ رحلة المنطاد. أليس من الأفضل أن تفوزي بكعكة الشوكولاتة المنزلية؟ دادي بيج يحب كعكة الشوكولاتة المنزلية. الحمراء فازت برحلة المنطاد. ليصعد الجميع. هيا، كم عدد الركاب؟ أربعة. وأيضا تيدي ديناصور. أوه، وتيدي والديناصور، نحن ستة. اصعدوا. أسرع يا دادي بيك، اصعد. أسرع يا أبي. لنربط الدعامة، سننطلق بأقصى سرعة. مذهل جدا آنسة أرنبة، لابد أنك قبطانة ماهرة. ليس حقاً، هذه أول مرة أقود فيها منطاداً. أوه. تمسكوا. الأنسة أرنبة تسخن الهواء في المنطاد لتصعد للسماء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا اسمي بيبا. هذا أخي الصغير جورج. هذه مامي بيك. وهذا دادي بيك. بيبا بيك. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررت؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين
بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذا، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف، خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل. عرفت، سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج. رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. أهلاً ريبيكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جدا، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جدا في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيح يا ريبيكا؟ أجل. أوه، ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. أوه يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. آسفة يا ريتشارد، لا أستطيع الوصول، إنه بعيد جدا عني. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضا لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيدا. مرحبا. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. بيبا، هذا هو الخس. شكرا يا جدي. أوه، ما هذا؟ انظر، هناك وحش فظيع علي. وحش. هذا ليس وحشا، إنه مجرد حلزون. أوه، إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل، إنه منزله. انظر، إنه يخرج ثانية. أهلا سيد حلزون. يا جدي، هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزونا سأمتلك سريرا وأيضا طاولة وكرسيا وثلاجة وتلفازا كبيرا. جدي، ماذا تأكل الحلازين؟ حسنا، إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوه، أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي، أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خس جرانبا بيج وأنهيه. ابتعد عن خسي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي. السوق الخيري. إنه يوم ممطر وهناك ثقب بسطح المدرسة. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. مرحبا. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. يا
مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غدا. دادي بيج يرتدي زي السباحة، ومامي بيج ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. إنه يوم السوق الخيري. مرحباً. أهلاً أنسة أرنبة. بيبا، ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء، تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب. لكنه أثري. حقاً؟ قال أبي إنه يساوي الكثير من المال. حقاً؟ لم أعلم، أظن علي رفع السعر. وداعاً. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة. تبرعت ببالون الببغاء. تبرعت بالقرد لعبتي. سوف أفتقد صندوقي الصغير. أأشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا. بالون الببغاء من فضلك. أمي، انظري لما اشتريناه. كل لعبك القديمة. لقد افتقدناها. انظروا لما اشتريته، إنه كرسي أثري. أوه دادي بيج، هذا ليس كرسياً أثرياً. بلى، أخبرتني الأنسة أرنبة، مثل كرسي القديم. أجل يا أبي، وهذا لأنه بيبا، كرسيك القديم الأثري. ماذا؟ لكن الأنسة أرنبة جعلتني أدفع الكثير من المال. خبر رائع للجميع، لقد قمنا للتو بجمع المال لسطح المدرسة الجديد. مرحبا. شكراً دادي بيج. أوه، على الرحب والسعة. إن رشاش الماء هو للأطفال. أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهداني أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جداً بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. كل أصدقائي بيبا وصلوا. مرحبا جرانبا بيج. مرحبا يا سوزي، هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل، أنا لا أعرف أين هما. لا يوجد غيري وحلزونان آخران هنا. نحن الحلزين، نحن الحلزين. مفاجأة.
كنا نتظاهر أننا حلزين. أنا أستطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالاً كافية لكم. لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئاً آخر، شيئاً ممتعاً في الحديقة. جزر؟ تحب الأرنبة ريبيكا الجزر؟ لا ريبيكا، ليس الجزر. تعالوا إلى هنا. ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه آتٍ من هذا المنزل الصغير. جدي، لما بيت الدمية يصدر صوت طنين غريب؟ هذا ليس بيت دمية يا بيبا، إنه بيت النحل، إنه يدعى قفير. أوه. انظري، ها هي واحدة. ما الذي تفعله؟ إنها تجمع الرحيق من الزهرة ثم تعود ثانية إلى القفير كي تحوله إلى عسل. أبي، ما الذي تفعله طوال اليوم في المكتب؟ الكثير من الأشياء، سوف ترين. في هذا المبنى يعمل دادي بيك. لقد وصلنا. مرحبا. أجل. مرحبا، هذا أنا دادي بيك. مرحبا دادي بيك. أضغط على الزر أيضا؟ بالطبع يا بيبا. أجل، هذه أنا. أهلا أنا، هيا. مكتبي في الطابق العلوي، علينا أن نصعد بالمصعد. أيمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج. اضغط على الزر الأعلى يا جورج. سيأخذ المصعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جدا. واو. الطابق العلوي، ستفتح الأبواب. غير معقول، هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء. يا إلهي، هذا ليس كنزا مدفونا، هذه عربة تسوق قديمة. لنكتفي من البحث عن الكنز. من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ أنا. إنها فكرة جيدة جراني بيج. سأذهب لتفقد القارب. جراني بيج ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة، وجرانبا بيج يقوم بأشياء مهمة بالقارب. هذا لطيف. أظن أنه يمكنني النوم لمدة قليلة. جراني والأطفال يبنون قلعة رملية كبيرة، يحتاجون للكثير والكثير من الرمل. يستخدمون الدلاء لبناء أبراج للقلعة. يا لها من قلعة رائعة. لنعد للمنزل. أين ذهب القارب؟ انظري يا جدتي. لا، إن جرانبا بيج مستغرق في النوم والقارب ينجرف بعيداً. علينا جميعاً إيقاظ الجد، فلتصيحوا بأعلى أصواتكم. جرانبا بيج، استيقظ! استيقظ! هذا هو مكتب دادي بيج. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج. مرحباً بيج. سيد أرنب وسيدة قطة يعملان مع دادي بيج. لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم، بيبا وجورج. لقد تشرفت. هيا لنبدأ الجولة. سيد أرنب، أيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا. وظيفتي تتعلق بالأرقام، أحصل على أوراق مهمة جدا، ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو، وظيفة سيد أرنب رائعة جدا. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقا أخرى، تفضلي. تحب بيبا استخدام الختم. أحب القيام بوظيفة السيد أرنب. لنكمل الجولة، التالي مكتب سيدة قطة. أهلا يا بيبا وجورج. مرحبا. وظيفتي تتعلق برسم الأشكال على الكمبيوتر. ثم أقوم بطباعة الأشكال. واو. وها هي نسخة أخرى. أشكر.
أشكرك. إن وظيفة سيدة قطة لطيفة. أيمكنني التجربة؟ أظن هذا دور جورج الآن. هذا صحيح يا جورج، إنه دورك لتقوم بالعمل. يرسم جورج مثلثات زرقاء. والآن سنطبعها. جرانبا بيج يأخذ فيفا وأصدقائها في رحلة على قاربه. هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان. هيا لنبحر. نراكم لاحقاً. نراكم لاحقاً. بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاة. جورج، يمكنك ارتداء قبعة القرصان. اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان. لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً مدفوناً. يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع. ها هي الأرض. لقد وصلنا جزيرة القرصان. مرحبا. ما هذا؟ إنه كاشف للمعادن. إنه يجد الكنز المدفون. جرانبا بيج يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون. أها! لقد وجد كاشف المعادن شيئاً. هيا نقم بالحفر. إنها عملة صغيرة. كنز! مرحبا! هيا لنجد المزيد. أها! لقد وجدنا شيئاً آخر يبدو كبيراً. هذا هو مكتب دادي بيج. وظيفتي معقدة بعض الشيء. أحضر الأرقام الكبيرة وأحولها، ثم أحسب نتائج تلك المعادلات. تبدو وظيفة دادي بيج مهمة جداً. هل تستخدم طابعاً للختم؟ لا. هل تستخدم الكمبيوتر؟ لا، أستخدم أقلام تلوين. أبي، أيمكننا الرسم بأقلام تلوينك؟ فكرة جيدة. بيبا وجورج يحبان الرسم بأقلام التلوين. أنا أرسم منزلاً. جورج يرسم ديناصوراً. جورج دائماً يرسم ديناصورات. ديناصور. يا إلهي، أصبحت الخامسة. وقت الرحيل. أظن أنها رسمة رائعة لمنزل. يا له من ديناصور عنيف. أنا وجورج كنا نقوم بوظيفة أبي، وقام بها على أكمل وجه. أحب القيام بوظيفة سيد أرنب، وأحب القيام بوظيفة سيدة قطة، لكنني أحب القيام بوظيفة أبي أكثر. أوه لا، إن جرانبا بيج ما زال نائماً. الجد بعيد لن يسمعنا. نحن عالقون بجزيرة القرصان. نحن منعزلون. سنظل هنا لمئات السنين. سيكون علينا أكل الفواكه والتوت. وسيكون علينا أكل الحشرات والدود. لقد وصل الأهل كي يأخذوا أطفالهم. أين أنا؟ مرحباً. مرحباً جميعاً. هل استمتعتم بوقتكم؟ أجل، في الحقيقة لقد نسيت شيئاً هناك. سأعود في الحال. انظروا، إنه جدي. نجونا. مرحباً بكم يا رفاق. يا جرانبا بيج، ظننا أنك نسيتنا. أعتذر عن هذا جراني بيج. أعدك المرة القادمة لن أغط في النوم. وداعا جزيرة القرصان، أراك ثانية قريبا. لقد أحببت هذه الجزيرة، هل سنزورها مجددا؟ بالطبع يمكننا يا بيبا. أنا أحب العسل. هيا نتظاهر أننا نحل. أجل، هيا لنكن نحلا. نحل نشيط جدا. أجل، نحن نحل نشيط. الآن علينا العودة إلى القفير كي نصنع العسل.
يا إلهي، ماذا لدينا هنا؟ جدتي، نحن نحل النشيط. آه، وهل يود النحل النشيط بعض الخبز؟ أجل أرجوك. وماذا تريدون على الخبز؟ عسل. لحسن الحظ، هذا ما قمت بفعله، خبز وعسل. مرحى. أحب أن أكون نحلة لأنهم يأكلون الكثير من العسل. أحب أن أكون حلزوناً لأنه يأكل كل خص جرانبا بيج. أيتها الفتاة الشقية.